السلام عليكم ورحمة الله. صح الشي بدكم ولا سيب كل خلينا الحاجة سلمونا فرح بمساحتها تستنى في مطفوها تصدلها وهي دهشة تلك طولت لقيتها قلت لها شبيك يا خيتي ان شاء الله خير اش اخبارك اش فمش وصير معاك على الجاية ثلاثي قلت لها يا خيتي جريدي عندي ما عندي حد اي متر رمضان اللي هي ما تجري وهيك الزميطة اللي حضرناها ووديناها وخيك بسلام تتخلى الوسط مخزن مخزين هاو جبت سفري هاو قربع خابية وخرج لي بالعلاقة الأولانية على كتافة ومشى جمع بيها طوى مرتين لين اليوم الصباح جيت نتفقد نلقى الزير بتاع الزميتة ايدي بالصحراء احد تانتي احلى ترى الزميتة الفجعة هذه كل وخي بسلام يعطي لله ان شاء الله ربي يتقبل علي على ترى الزميتة وخيت اش باش يديرها واش باش يوديها واش باش نحضرها نتخمل البحتاري خابية بتاع شي حقواتي وبعبية قلتلها معبية سفر بتاع الزيت بتاعك حاضر واتي ومعبي ابنها معبي حد شو هذا الرزق رزق الله واحنا جرابة اهل جود واهل برد كل ما جينا شهر رمضان نفكر الفطير والسوالي ومن عادات اهلنا ديما يقول لك كثر وكثر واقرا حساب الضيف ويجعل من يتوب يلقى ما يدور.